اليوم حقيقة هو يوم متميز بالنسبة لنا كإماراتيين، يوم ذكرى توحيد دولة الإمارات العربية المتحدة. وأولا نترحم على مواطنا المؤسسين الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، الشيخ رايح بن سعيد، وإخوانه حكام الإمارات الذين أسسوا هذا الاتحاد، ومن ثم عيالهم وأخوانهم كملوا المسيرة. ونتقدم جزيل الشكر والامتنان والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم نائب رئيس الدولة، وحكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين في الإمارات. نحن اليوم حقيقة فرحة هاي عامة على الجميع، واليوم كلنا إماراتي مثل ما قال الشيخ محمد، اليوم كل القبائل اليوم جاية تهني وتفرح بهاليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الله يديم على الدولة هاي الأمن والأمان، ويحفظ لنا حكامنا ويحكم ويحفظ الشعب وجميع المقيمين في الدولة. بعيد على البلاد عادي عدد ما هبت النسمة العذية، هلا بعيد جمع سبعة أمجادي على درب الجدة في كل حية، توحدنا حضرنا أبو البوادي وبالتوحيد عصبتنا قوية، علمنا يخفق باسم التحادي وزعيم الدار حلال القضية. نبارك له ونرفع بالليادي، عساه يعيش في عيشة هنية، لنا فخرا وذخرا للأحفادي، وعز وشان ما بين البرية، عطاه المجد خلاق العبادي، إله عالم بكل الخفية، وراعي الخير بالمعروف يادي، إذا ياته من المولى عطية، حكيم الراي للعالم اسنادي، وصارت لسمعت عالمية. وهذا اليوم عاد الوقت عادي، جمعنا بعيد دولتنا الفتية، نهني محمد بعيد التحادي، ونقدم لها كاليل الندية إلى محمد وحكام البلادي، هالطولات والسمعة الوفية، الشيوخ حققوا كل المرادي، وصار الشعب في راحة هنية، بنوا النهضة بعزم واجتهادي، وصارت دارنا دار غنية، نهنيهم ونهديهم انشادي بتقدير ووفاء واخلاص نية، نيادي قالها بحبر المدادي وللحكام قدمها هدية.